اهلا بيكم وفيديو جديد النهارده. معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده هنتكلم عن بديل الحجر. طبعا احنا عارفين 2021 كان منتشر بديل الخشب، 2022 بديل الرخام، طبعا السنه دي 2023 انتشر بكثافه بديل الحجر، وفي ناس كتير ما تعرفش هو سعره ايه او مادته، الماده المصنوع منها لو عنده جنب 3 متر ممكن يكلفه كام. المعلومات دي كلها انا حاولت الم لك على قد ما اقدر معلومات واوضح لك الدنيا دي، بحيث انت لو حبيت تعمل حائط، حبيت تعمل عمود، تعرف تحسبها ازاي. ولو انت عندك حائط 3 متر انا ممكن يعني في الفيديو ده هتلاقي اللي انا بجمعه لك وبحسبه لك تكلفته كام، طب هتشتري منين، طب القطعه بكام، كل ده هتعرفه في الفيديو. اول حاجه بس اعمل لايك وتابع الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبك. مساحة القطعة بتاعت بديل الحجر هي 1.20 متر طولي زي ما حضرتك شايف، والعرض 60 سنتي. طب دي تعمل تقريبا قد ايه؟ لان في ناس ملهاش في قصة الحسابات خالص ولا تعرف تجمع حاجة زي كده. دي تقريبا كده 72 سنتي بالظبط، يعني متر الا ربع بالبلدي كده، متر الا ربع. يعني انت لو عندك مثلا عايز تحسبها او تجمع انت مثلا ممكن يكلفك ايه، او الحائط اللي عندك هيحتاج ايه، يعني اعتبر الاثنين بديل الحجر هيعملوا 1.5 متر. انت لو عندك مثلا حائط العرض بتاعه 2 متر والطول 2.60 2.65، والطول ده تقريبا ده اللي بيبقى معتاد او في اغلبية الشقق، ده هياخد منك قد ايه؟ انت لو حسبتها بالطريقة اللي بقولك عليها او انا هختصرها لك، ده هياخد 7 قطع بديل الحجر. ال7 قطع، القطعه ب 350 لو انت هتشتري اكتر من قطعه، لكن لو انت هتشتري قطعه واحده هتشتريها ب 400 جنيه. طب هتشتريها منين؟ لو انت ما تعرفش مكان طبعا تشتري من المكان اللي يريحك، بس هتلاقيها عند محلات احمد فرج اللي انا كنت عامل له اعلان في بديل الرخام. لو انت ما شفتش الفيديو ده هسيب لك الكارت بتاعهم لو انت حابب تشتري او ما تعرفش مكان تشتري منه، لكن طبعا انت تشتري من المكان اللي يريحك، بس انا بقول لك لو انت ما تعرفش هتلاقيها في الرواعي عند محلات احمد فرج. القطعه هناك انا سالت عليها، لو هتاخد اكتر من قطعه ب 350، لو هتاخد قطعه واحده ب 400 جنيه، وتقريبا السعر ده 400 جنيه هو اللي منتشر. لو ب 350 ده السعر المعقول يعني اللي انت ممكن تجيبها من اي مكان منه لو هتشتري اكتر من قطعه. لو انت عندك حائط مثلا، الحائط دوت 2 متر عرض في 62 طول، ده هيكلفك قد ايه او هياخد؟ هو هياخد 7 قطع. انت لو عندك يعني عرض الحائط 2 متر عرض في الطول مثلا 62 او في الرنجات دي، ده هياخد 7 قطع. ال7 قطع ب 2450، وهياخد هو بيتلزق بماده السيليكون العظم، بس السيليكون العظم ممكن يبقى مكلف شويه لان بيتلزق بماده تاني اللي هي بتاعه معجون البيوتيك، ودي على ما اعتقد اللي هي هتبقى ارخص، والثبات هيبقى نفس القوة. ما تقلقش خالص من القصة دي، موضوع المعجون بتاع البيوتيك قوي، فانت لو جبت له مثلا ب 200 جنيه ممكن تعمل الحائط كله، لكن لو انت اشتغلت بسيليكون عظم ممكن تدخل في 700 800 جنيه سيليكون. فانا على ما اعتقد هيبقى اوفر لك لو اشتغلت بالمعجون بتاع البيوتيك ولزقت فيه وثبتت بيه، الموضوع هيبقى اوفر بكتير، لان ممكن 200 جنيه يكفوا الحائط كله. التركيب بتاعه لو حائط زي اللي بقول لحضرتك عليه ده هيبقى في حدود 800 جنيه. لو انت يعني ركبت بالمعجون البيوتيك و800 جنيه و4 450 كده، الحائط هيبقى في حدود 3500. انا كده تقريبا عرفتك لو انت عندك حائط ممكن يتكلف. لو انت عندك حائط مثلا في حدود 3 متر عرض في 62 ممكن يدخله في تكلفة حوالي 4 أو 4.5، بتفرق حسب لو زاد شوية أو المساحة، عشان أنت تبقى فاهم التكلفة بتاعته. وأهم حاجة بس أنت ما تدهنوش نص لامع، لأن الموضوع ده هيقلل الشكل والقيمة بتاعة شياكة الحجر. على فكرة أنت ممكن تدهنه باللون اللي أنت يعني هو متوفر هناك باللون الأبيض، أنت ممكن تدهنه باللون اللي أنت عايزه، ويفضل لو دهنته جوتن 7%، لان اللميع زي ما حضرتك شايف كده بيبوخ شكل الحجر وبيديله شكل اقل من القيمه بتاعته، لكن انت لما تعمله 7% دوبك في ضي خفيف بيديله شكل او مط، بيديله شكل شياكه وبيديله شكل حجر طبيعي. فما تغلطش الغلطه اللي انت تدهنه نص لامع او لامع،
هيبقى شكله زي ما حضرتك شايف، لكن لو انت شفت الطريقة اللي هو مثلا معمول بيها شكل المط زي ما حضرتك شايف كده شكله أشيك بكتير طبعا. فما تجيبش حاجة غالية وتقلل من قيمتها وتدهنها لامع. فانت لو هتدهنه يبقى اكتر حاجة ممكن تدهنها لامعة اللي هو 7% عشان يديك الوقار والشياكة بتاعة الحجر. طبعا انت ممكن تلونه اي لون انت عايزه. طبعا بديل الحجر مش بيديك الشكل اللي حضرتك شايفه ده، يعني ما تجيبش صورة من على النت، لا انا جايب لك اللي في ايدي دوت، اللي انا ده انا شفته على الطبيعة، عشان حضرتك لما تروح تشتري هو ده اللي هتلاقيه متوفر في السوق. السمك بتاعه يعني التخن بتاع الحجر هو 3 سنتي، وهيبقى طالع بروز حوالي 3، يعني كل البروز بتاعه بأعلى حتة فيه هتلاقيها حوالي 6 سنتي. فالموضوع مش هيبقى يعني هيضيق لك المكان او الكلام ده كله، لا ارتفاعه مش عالي يعني 5 او 6 سنتي، فالموضوع هيبقى سهل. طبعا الحجر دوت يعني بيستحمل لو اتخبط او كده، المادة بتاعته قوية برضك مش بتبقى ضعيفة يعني ما تقلقش، وصعب يتخلع مش بسهولة اللي هو يتخلع من الحائط، فالموضوع برضك امان وبيدي شكل شياكة. لو انت عندك عمود ممكن تعمله، هتعمله بالشكل اللي حضرتك شايفه دوت. لو انت عندك حائط هتعمله بالطريقة اللي حضرتك شايفها، وما تعملش حائط يكون متداري، لان البديل للحجر بيبقى الشياكة بتاعته اللي هو يكون ظاهر. يعني مثلا انا ما بفضلش اللي هو يبقى فيه في الحائط اكتر مثلا من ركنة او كرسيين، حاجات تبقى مش مدارية اغلبية الحائط او مش مرتفعة، ولو كراسي فقط بتبقى الموضوع اشيك بكتير. بديل الحجر هو خفيف جدا يعني في نقله مش هيتعبك خالص. يعني انا لما رحت شفت القطعة تقريبا هي كيلو او كيلو وربع بكتير، فانت لو جايب 10 قطع لحائط الموضوع هيبقى خفيف جدا، يعني 10 كيلو، فنقله هيبقى خفيف وهو يعني مقاوم للرطوبة. لو حطيته في حائط فيه رطوبة الموضوع هيبقى منتهي وشكله وشيك. بس مهم جدا اللي انت تختار له المكان الصح علشان يديك الاشكال اللي حضرتك شايفها كده، ما يكونش انت بتجيبه وتحطه في مكان غلط مش هيديك الشكل المناسب. لازم المكان يكون واضح، لازم يكون عليه اسبوتات اضاءات تظهر جمال الحجر، ولازم يتركب بطريقة صحيحة. انت ممكن تركبه، هو سهل التركيب بس الافضل فني يركبه عشان ما تجيبش حاجة غالية وتركبها بطريقة مش صحيحة، انت كده مش هتستفاد منها، انت بتقلل من قيمة شكل الديكور اللي انت هتعمله. لكن انت لما الحاجة تيجي صح وتركب صح والالوان تبقى مناسبة، انت بتعمل شكل جمالي زي ما حضرتك شايف كده، الموضوع هيبقى في منتهى الشياكة. بس اختيار الاماكن والالوان دي مهمة جدا. طبعا انت ممكن تستغل بديل الحجر في الوجايه بتاعت الشركات او المحلات، وبيدي شكل زي ما حضرتك شايف شياكة جدا، وممكن تكتب عليه اسم الشركة او تثبت الحروف فيه بالطريقة اللي حضرتك شايفها، وبيبقى ممتاز جدا وهو مقاوم للرطوبة وكل العوامل اللي ممكن تتخيلها في خارج الحائط او خارج المكان، فالموضوع مش هيبقى بالنسبة لك مقلق، هتركبه وتنساه خالص. وسهل التنظيف لو غسلته بمية مش بيجراله حاجة، الموضوع ان شاء الله يبقى مناسب للاماكن الخارجية زي الشركات والمحلات، وبيدي شكل شياكة زي ما حضرتك شايف. هسيب لك مجموعة الوان انا جمعتها عشان لو حضرتك عايز تعمل لون معين وعايز تتخيل شكل الحجر، انا هسيب لك مجموعة الالوان في اخر الفيديو علشان لو حضرتك في لون معين تشوفه على الطبيعة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو انت مش مشترك معانا في القناة شرفنا واشترك في القناة. اشوف حضراتكم في الفيديو القادم ان شاء الله.